بالتأكيد إن شخص مسؤول مثل الرئيس السابق الشهيد علي عبد الله صالح معروف عنه الحكمة والمسؤولية، لذلك كان يعمل جاهدا حتى لا تنزلق البلاد في حرب أهلية ثأرية جراء مثل هذه الأحداث، وإذا كان الأطراف الأخرى كانت ترتكب مثل هذه الحماقات ومثل هذا الجرم دون وعي منها بالعواقب، فإن الرئيس علي عبد الله صالح كان يعي تماما خطورة وعواقب مثل هذه الأحداث وما يمكن أن ينجر عليها، وكان حريصا ومحافظا على أن لا تنزلق اليمن إلى الحرب الأهلية. وما كان توقيعه للمبادرة الخليجية وتقديمه لمبادرات سبقت المبادرات عديدة قدمها هو إلا حرصا على أن لا تنزلق اليمن في مهالك الحرب الأهلية وفي مهالك العنف، لأن الانزلاق في المعركة في حرب أهلية لا يمكن أن تخرج منه اليمن بسلام كما نرى اليوم. فكان لديه قدرة على الاستشراف باعتباره ظل قائدا لليمن لأكثر من 3 عقود، وكان له دراية وخبرة بما يمكن أن تؤول إليه الأحداث، وكان محذرا ومنذرا وواعظا، ولكن الأطراف الأخرى ربما لم ترعوي ولم تنتبه إلى خطورة ما تقوم به، وهذا يدل على مبلغ الجهل في هذه الأطراف. ولكن دعني أعلق سريعا بأن إذا كان الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح قد قتل على يد الحوثيين في 4 ديسمبر، فإنه قد قتل، وإن كان قد كتب له العمر، قتل أيضا في 3 يونيو في عام 2011، وكلا الطرفين قاتلان وإرهابيان وعرض الرئيس لذات الاغتيال، وكان الرئيس الشهيد رحمه الله يعتبر نفسه شهيدا منذ 3 يونيو، لأن إرادة قتله كانت محققة وكانت الخطة محكمة للقضاء عليه وعلى قادة الدولة وعدم ترك أي فرصة للاحتمالات الخطأ كما رأينا من بدائل ارتكاب هذه الجريمة.